السلام عليكم. ميديا كات يشرح لكم كيفية تغيير خوادم الدي ان اس في المودم تي بي لينك تي دي دبليو 8961 ان. العملية سهلة وبسيطة. شكرا. للوصول إلى هذه الواجهة قمنا بكتابة عنوان الأي بالتالي وضغطنا على انتر. أدخل هنا اسم المستخدم admin وكلمة المرور الافتراضية admin. إن قمت بتغيير كلمة المرور من قبل أدخلها هنا واضغط على login. انقر على interface setup ثم انقر على LAN واختر استخدم خادم الDNS الذي اكتشفه المستخدم فقط. هنا استخدمنا خوادم الDNS الخاصة بجوجل. خادم الDNS الأساسي 8888. خادم الDNS الثانوي 8844. يمكنك استخدام خوادم أخرى من القائمة التي على اليسار. اضغط على سيف لحفظ التغييرات. انتهى الدرس. شكراً على المتابعة. لا تنسى الاشتراك والإعجاب.